السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنوريكم إن شاء الله كيفاش كيتزرع الدلاح بواحد الطريقة ديال غوت ا غوت. نبداو على بركة الله. الدلاح هو يلاه ترس، هذه تقريبا يومين وشي ثلاث أيام تقريبا هو باقي. كيفاش باقي يعني يلاه طلع، وشو الطريقة باش كيتزرع، يعني كيتزرع هاد الشتلة هادي. كيجي المحراس كيضرب من هنا من هنا من اليمين لليسر، وكتطلع هاد الشكل هكا. كيزرعوه وحدة بوحدة وحدة حدا وحدة، كيغطيو بالميكا هكا. قبل ما يغطيو كيدوزو التيو، التيو ديال غوت ا غوت. هاهو التيو دايز من هنا، هاهو غادي مشى السريج ليه. كاين السريج في واحد المنطقة هنايا تما، كيدوز بهاد المنطقة، هو متفرع، هو مشى من هنا حتى ليه. هذا كله هذا اللي في الميكا كيتسمى واحد الدلاح، نوع ديال واحد الدلاح كيتزرع في هاد المنطقة ديال العريش. هادي منطقة العريش عين الشوك، تما كي كتشوفو هاد الشتلة يلاه كانت زرعات راه هاد يومين. شوفوا المسافة بين الشتلة والشتلة، يعني كاين واحد المعبر يعني خصو يتحترم. زي هاهوما كيتمشي مليح حتى لخر، يعني هادي واحد الفلاحة عصرية في نطاق مخطط المغرب الأخضر. يعني اللي عنده واحد جوج هكتارات ولا ثلاثة، على ما أظن، كنقول على ما أظن الدولة كتساهم معك. ودابا الحمد لله على ولات المسائل ميسرة. كنهضر أنا على هاد المنطقة بعدا، هما كيجيو يديرو كلانسطالاسيون ديال هاد التيوات هادو، هما كلهم كيديرو واحد السريج. راه كاين واحد السريج لهيه في واحد المنطقة لهيه، هذا ضيعة من الجهة الأخرى، وكيديرو التيوات هادو كلشي من عندهم. كتصاوب غير الملف ديالك عندهم، كيجيو يشوفو الأرض، كيجيو يديرو كلانسطالاسيون وانت كتزرع. شوفوا الميكا الطريقه ديالها كيفاش دايره. شوفوا هذا الشجر اللي كتشوفوها هكا، هذا لافوكا. يعني هاد الزراعه ديال الدلاح ولا البطيخ ولا لافوكا ولا حتى البنان في هذه المنطقه ديال العريش يعني مناسبه لربما التربه، وقال لك التربه. هانتوما كتشوفوا هذه راه لافوكا، ها هي يلاه بدات كتنبت. هذه راه العام ديالها الثالث، ها هي العام ديالها الثالث، ها هي نوع لافوكا كبير كيعجبو بزاف. ما عرفتش هاد النوع هذا، غادي يعرف النوع ديال هاد لافوكا يكتب لنا في الكومونتير. هاهي تا هي خدمت تاكوت، هاهي دابا راه كتسقى. نتوما شوفو الدقيقة، هاهو هذا هاد الروبيني تا كتريقلو على حساب عندو واحد الفتحات من الجناب من هنا، وكدور على الشكل فين كاين فين كاين الشجرة وفين كاين الشتلة. هاهو دابا كيضرب، وخصو ضروري يكون بعيد على الجزر، يكون على الشجرة واحد أقل عشرة سنتيم، لأن إلا كترتي الماء على الجدر، الجدر كيخماش، يعني كيتعفن من بعد. دونك كنبعدو الماء على الجدر بهاد الطريقة هادي. تا هو راه غوت ا غوت، هاهو غادي الشجر كلو، هذا كلو أفوكا مشا ليه. هادي راه ضيعة كلها افوكا. كاين الصف ديال الافوكا من هنا والصف من لهيه، وفي الوسط كيتستغل كيدار الدلاح ولا دار شي حاجة اللي هي تقدر تكون مناسبة وما كتاخذش المساحة ديالها بزاف. هانتوما كتشوفو هادي راه كلها افوكا من هنا مشات حتى لداك الحاجز الاسود اللي كيبان. غادي يسولني شي واحد، غادي يقولك هذاك الحاجز علاش كيصلح، هذاك الحاجز راه ما دايرينش باش يحدوا به الحدود. لا، غادي نقربوا ليكم، نقربوا تما باش تاخذوا واحد الفكره. هذاك الحاجز ماشي يعني شحال واحد كيشوفو، كيكون غادي مثلا في الطريق وكيشوفو دايرينو الناس الفلاحه، هذاك ماشي حاجز كيتمشى يعني كيحدوا به الحدود، ولكن حاجز الرياح كيديروه خاص للرياح، لان هنايا كاينه الرياح ديال
المحيط الأطلسي ديال جهة أصيلة العريش، هاد الرياح بعض المرات كتأثر على الشجر. دونك هما كيديروا حواجز بهاد الطريقة هادي. هاهي مشات تا لهيه، هاهي طلعت تا لهيه، من لهيه من لهيه، ولا لاحظتو حتى لهيه واحد الحاجز راه كاين هنايا، هو خضر تا هو راه حاجز هذاك للرياح، باش كتكون الرياح قوية باش ما تأثرش على الشجر والمغروسات. هذا واحد النوع ديال الميكا، هو رقيق، حتى هو اللي عارف السميه ديالو يكتبوا لنا في الكومونتير باش الناس تستافد وتاخذ واحد الفكره. المهم هادشي اللي بغيت نقول لكم، نعطيتكم واحد الفكره على طريقه الزراع ديال لافوكا وديال الدلاح. الدلاح دابا راه مازال ما وجدش، راه شفتوا الطريقه ديالو مازال ما وجدش. يلا الزرعة هادي واحد اليومين، هانتوما كتشوفو هادي الشتات باقا صغيرة هاهي، هادي افوكا، هادي افوكا. دونك نتمناو نكونو وصلنا واحد الفكرة، واحد المعلومة، الناس اللي عندها أراضي وبغا تستغل وبغا تخدم، هانتوما كتشوفو الناس كيفاش خدامين. راه المخطط ديال المغرب الأخضر راه كاين وموجود، ما عليك إلا تمشي تبحث وتلقى الناس راه يجيو يجهزولك الأرض ديالك. زلزلك كل ما هو عندك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.